أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: لماذا اختلف الصحابة رضي الله عنهم في تعريفهم للكلالة؟ يقول أحسن الله إليكم: لماذا اختلف الصحابة رضي الله عنهم في تعريفهم للكلالة؟ ما أعرف أن الصحابة اختلفوا في الكلالة. من لا ولد له ولا والد، هذا الكلالة، من لا ولد له ولا والد، هذا هو الكلالة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.